بداية أخذنا الدورة من توجيه التربية الفنية مع بيت السدو، وبدينا نشتغل بالسدو مبتدئ، تعليم مبتدئ. بعد ما خلصت الفترة صار في عندنا رغبة إحنا أكثر من معلمة إن نتعلم أكثر، وبما أن هذا مو داش بخطة التربية لكن إحنا خذيناها على حسابنا الخاص وكملنا لأن حبينا فكرة السدو والنسيج والشغل بالخيوط والتكنيكات اللي فيه والغرز اللي فيها، لأن كل غرزة لها اسم ولها مسمى ولها طريقة. بالنسبة للطالبات المتعلمات عندنا أيضاً لما نشرح لهم عن بيت السدو صار في عندهم حب أكثر إنه يروحون يشوفون بيت السدو، وأغلب الطالبات عندنا هني في منطقة الأحمدي التعليمية لا زال عندهم الأصول هذه، وفي من جداتهم اللي عندهم الخبرات واللي كانوا يشتغلون قدامهم ويطرحون السدو والنور ويعرفونهم لما يناقشونهم عن الغرز والتكنيكات اللي بالسدو مسمياتها باختلاف مسميات من قبيلة لقبيلة، فكان حلو الروح هذه إنها ترجع في تواصل الأحفاد مع الجدات بشكل مباشر وفي شيء يربطهم مع بعض بالفكر. بعد ما تعلمنا دش في المنهج الوطني النسيج، فخذيناه مبسط للطالبات، مو هو السدو، فالنسيج مبسط للطالبات، حبوه الطالبات حيل. دخلنا مع الطبيعة، سوينا أنا سويت شجرة وسويت عليها من الأغصان، اشتغلنا بالنسيج وقدمناها لبيت السدو هدية. هذا تراث كويتي والمفروض نحرص عليه إحنا جيلنا ونعطيه الجيل القادم إن شاء الله. قاعدين ناخذ دورات، قاعدين نتعلم، حيل حبينا احنا كمعلمين. فلما عطيناه للطلبة ايضا حبوه، وانصدمنا ان سرعتهم، يعني بالذات لما نعلمهم على النسيج يبون يتعلمون بعد، يبون زيادة. وجوده كمنهج في المدارس هذا اهم شيء سويناه، ان احنا نعلمه كل حق كل اجيالنا زين، بدون ما ننساه، فأكيد هذا شيء مهم.